السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي تلاميذ الثالث الابتدائي، أهلا وسهلا بكم في حل تمرينات الرياضيات. وصلنا إلى الاختبار القبلي صفحة، على ما أعتقد صفحة 7، الاختبار القبلي صفحة 7. الاختبار القبلي هذا اشياء ماخذيها انتو بالثاني ابتدائي، يعني بس مجرد مراجعه تذكير لما اخذتوه بالثاني ابتدائي. اول شيء اكتب العدد بالصوره التحليليه، فانا من اجي اكتب العدد بالصوره التحليليه اكتب الصوره التاليه: الاحاد 3 والعشرات 20 والمئات 8. زين، العدد الثاني 7 0. على مود من اجمع حيل تقدرون تجمعون الاحاد مع الاحاد، العشرات مع العشرات، والمئات مع المئات، راح يكون مجموع حيل مثل الرقم، يعني 0 50 100 900. زين، يقول عوض القيمه المكانيه للرقم الملون باللون الاحمر. الاربعه هنا هي بالعشرات، اذا 40، وهنا 8 بالاحاد، اذا هي 8، والواحد بالمئات، اذا هي 100. اكتب العدد بالجدول القيمة المكانية. العدد بجدول القيمة المكانية هنا أحاد يعني 9، عشرات 7، ومئات 2، بينما هنا الأحاد 5 0 6، وهذه 0 3 4. هذا احنا كله ماخذينه ومراجعة لما أخذناه. عندي هنا المقارنة الأكبر والأصغر، قلنا نجي على جهة اليسار، يا هو الأكبر باليسار، هذا 9 أكبر من 8. هنا 2 هم الساويات، هنا أيضا الواحد أكبر، لأن هنا 1 ب9، هنا مئات 3 مراتب، هنا مرتبتين، هنا 5 ب7، إذا هذا الأكبر. نجي على أول موضوع ناخذه اللي هو مفهوم الأعداد والعد بالألوف. مفهوم الأعداد والعد بالألوف، خلينا نشوف شنو اللي على هذا الموضوع. زين، نجي هنا إذا كتبنا، سنجي على تأكد عد الألوف. إذا عدينا هنا، يعني إذا اعتبرنا هذا كل واحد ألف، 1 2 3، فهي 3 ألوف. 3 ألوف دائما الألوف أعزائي التلاميذ هي 3 أصفار، 3 أصفار بالأحاد. زين، من أجي أحدها هنا بال 1 2 3 4، إذا هاي 4 ألوف، يعني 4000 بالأحاد. هذا بالنسبة لها. زين، يقول عد الألوف ثم اكتب العدد في صورة مئات وعشرات. انتبهوا عليه، شوفوا هنا ما يريد أحاد، شلون اكتب؟ أول شيء هذا من أعده هو 2، يعني 2000، يعني خليني أكتب لكم إياه هنا، يعني بالأحاد 0 3 أصفار، صح؟ بالعشرات، بالمئات، بالمئات، يعني هذه مو الألوف باعوها، آخذ هاي يعني 20، يعني بالمئات 20. زين، وبالعشرات يعني ايش قد بالعشرات؟ 200، العشرات 200، يعني 200 10 اضيف بعد الصفر ال10 تصير 2000، 200. زين، اجي على هذا احاد 1 2 3 4 5، يعني 5 ألوف. ايضا اذا اكتبها هنا 5000، هذه الاحاد، يعني تنكتب بالمئات 50، وتنكتب بالعشرات 500. زين، يقول ما عدد المئات في 3000؟ نفس الشيء، 3000 عدد المئات، يعني تكون 30 100، 30 مئات، يعني المئات صفرين تصير 3000. زين، نجي على الحل نفس الطريقة، عد الألوف 1 2 3 4 5، إذا الألوف عددهم 5، بالأحاد تصير 5000.
زين هنا 1 2 3 4 5 6 يصير 6000 من هاي يصير 6000 زين هنا عد الالوف 1 2 3 4 4000 قلنا نكتبها على مود ما نخربط 4000 هاي 4000 بالمئات يعني 40 وبالعشرات يعني 400 زين هنا 1 2 3 4 5 5000 اكتب هنا 5000 5 3 اصفار يعني 50 ب 500 زين يقول في سرب من الطيور 3000 طائر كم 100 طائر في السرب كم 100 احنا هنا عند 3000 طائر يعني 30 100 يعني 30 100 لان المئات صفرين فإذا خلي صفرين تصير 3000 زين فكر 4000 بالمئة ايش قلت خلينا نكتبها جوا على مود ما نخربط هي تصير 40 بس احنا احسن 4000 هذه يعني 40 100 زين هذه 710 ايش قلت بالالاف يعني 7000 7000 ليش لان باعوا هذه احنا قلنا هاي 7000 صح بالعشرات راح اقول بالعشره يعني هذه 7 هذا بالنسبة لحل هذا الموضوع انتهى درسنا لهذا اليوم إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.